السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نوريكم هذا المجدول ديال الجبادور كيفاش كيتبرم وكيفاش كيتصوب. يمكن لكم تصوبوه بيديك. غنوريكم الطريقة ديال البريم وغير صغيرة، ولكن كان هادي كنطلق بثلاثة د النصاص، يعني وقية ونص، كنضوبلها على 9 ديال الشعرات، 9 و9 18 الخيط باش نمشي. كنسالي وقية ونص، كنطلقها كاملة غير هنا في الداخل في المحل، ما غاديش نطلقها كاملة، غادي نوريكم غير واحد الطرف، يعني في الزنقة كنطلقها كاملة باش كتعطيني داك المجدول، داك الطول ديال داك المجدول. دابا غادي نوريكم الطريف، غادي نبرم هاد الطرف هذا وغادي نعلقو. وعاوتاني غادي نزيد 18 شعره، ثلاثه الشعرات كنعقدهم في صبعي هكا وكنضوبلهم على ثلاثه، يعني تيعطيونا 9 و9 18 شعره باش نمشي. 18 شعره ب 18 شعره كتولي 36. دابا من غادي نبرمو غادي نجمعو هو والاخر بهاد الخرصة، هادي بهاد الخرصة التالية، يعني برمتو بالاولى بالطويلة، دابا غادي نبرمو بهادي الصغيرة، نبرمو مزيان من نحس بيه تبرم مزيان. غادي نضوبلو على جوج ونعقدو ونولي ندوبلو عاوتاني على 4، هيعطينا هاد المجدول، هاد الغلط ديال المجدول اللي كنحزمو بيه قفطان هابط جبادور. نفس البريم نفس غير برا انا قلت لك كنستهلك وقية ونص، كنطلقها ونعلقها وكنزيد وقية ونص ونبرمها ونعلقها عاد تنجمعهم، يعني ثلاثة د الوقيات كيعطيوني داك الخيط. اما داك الشوشة ديالو هي هادي، غادي نبرمها هنا بطريف في الزنقة، كنستهلك وقية وقية بحال هادي، كنساليها كاملة، كنطلقها هاكا على جوج بهاد الطريقة، وكنبرم كل جوج بوحدهم في الزنقة. غادي تعلق واحد في الحيط وغادي تبرمو وتعلق الاخر، عاد تجي لهادي. دابا انا بقيت شادو في يدي وغادي نبرمهم بجوج، غير كنوريكم الطريقة الغرزة ديال ديك الشويشة ديالو. كتبرم على دارة جوج الخيوط على جوج الخيوط، يعني كل نص وقية في خيط. دابا غادي نبداو فيه ان شاء الله. هذا برمتو برا، برا كاين الطول 9، نعاودو هاد باش ميبانش الظلام لداخل، كيبان الظلام. ديما داك الشمي داك الخيط كنشمعو ديال المشكل الاول، خيط النيلو كيتشمع باش كيعقد كيزير مزيان. هذه هي وقيه، هذه برمتها برا وقيه، كنسديها هنايا، كنجبد داك الطرسان. دابا فاش كنسدي راني كنجبد داك الطرسان باش ملي كنقطعو ما تيتفتحش، ملي تندور يدي كنجبدها. كنبقى ندور بلا حساب هادي حتى كتقرب تسالى داك الغرزة اللي بارم،
كنخليه تمن شي جوج متر ولا ثلاثة باش كنصوب داك العقيدة الشوشة. هكا تنقطع، دابا كنقطع كنقسمها على جوج باش كيجيو مقادين، نص الشوشة هنايا والنص ديال هنايا كيجيو مقادين محسوبين. وغادي نعقدها في الرويس ديال داك المجدول اللي برمت برا الخيط. مهما هذا تنخدمو لك حل داير له خيط النيل وكحل. كنتلوي كنزير مزيان، كاملين نعقد الشويشات كنولي نطلقهم مزيان وكنولي نعقدهم عاوتاني بالخيط، خيط النيل تما فينا ندير داك العقيدة. وهذا الشمع راكم عارفين داك الشمع، يعني هضرت كنشمع بيه داك الترسار باش كنصوب داك الدويرة ديال داك العقدة. الفيديو ديال هاد العقدة غادي تلقاوه في الوصف، وكيف ما قلت لكم دابا نعاود داك الفيديو ان شاء الله، غنلقى شي طريقة ديال التصوير مزيانة ليه وغادي نعاودو. كنلوي واحد جوج دورات ولا ثلاثة باش كتجي داك العقيدة باينة، ولي بيرة وزلق كان لي يشوف الفيديو ويقول لي هاد العقدة ما كتبانش في التصوير ولا. انا قلت لكم الفيديو ديال هاد العقدة غادي تلقاوه في الوصف ولا في اول تعليق. هي راه بداك الفيديو كنصوبها على السيلو راه ساهله، مفهومكم ساهلكم صعيبه هي ما صعيبهش. غتقيو وغادي كنتحرك هتنقص الفيديو من السرعه. دابا الحمد لله اليوتيوب راه فيها كتزيد السرعه تتنقص له كتقل الفيديو. واحد الاخت ديما كتسولني على التعصب، والله اختي ما عرفتك علاش اش من تعصب تتهضري. يعني التعصب راه فيه انواع كيف ما كتبت لك، ف ما عرفتش التعصب علاش شنو باغيه. نوري لاختي على الراس والعين يعني نعرف النوع ديال التعصب اللي بغيتي.
والاخت اللي في الجزائر تعطيني شي شويه الوقت. القناه مازال ما عطاونيش فيها، عطاوني فيها غير يعني تفوت ربع ساعه، يعني هي نص ساعه. الفيديو الطويل يكون عندك نص ساعه، خصك ساعه. خصني كاين فيديوهات فيهم ساعه المكان، يعني باش تخدمي مضمه ديال العقيق راه خصك الوقت طويل. وما تسمحوا ليش نلوح الفيديو مثلا، يعني خصني نلوحه مقطع على ثلاثه الاجزاء وتنتعب في هادشي. داكشي علاش كندير الحويجات الصغار. وان شاء الله منين غادي نكملوا 1000 ابوني غيطلقوا لينا اللايف. راكم داك الساعه اللي خدمتها شوفوها نهار كامل. هاد العقيدة دابا ياسر بغي نزيد عليهم ونزيدهم في هاد الفيديو في الخدمة. هما المتتبعين ديالي عارفين مثلا داك الفيديو ديال داك العقدة فينا هو، وتعلموا له الحمد لله الناس بزاف وشكروني بزاف والحمد لله تنربحوا داك الدعوات. دابا غادي نقطع داك الزايد، غادي تقطع غادي تقاد غادي تولي شويشة مقادة. وهكا كنكونو سالينا المجدل ديالنا. نتمنى من الله تستافدو منه وما يجيكمش واعر، ما يجيكمش صعيب. انا وريتكم الطريقة للبريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تهلاو في راسكم. شي فيديو آخر إن شاء الله.